بيسعدني كتير وبيشرفني أنه أكون أحد المكرمين بهاي الدورة. الفن بالأردن فن عريق، ومن زمان يعني بتحكي لي ماما وبيحكي لي بابا عن الفترة اللي كانت هي العصر الذهبي للدراما الأردنية والفن الأردني بشكل عام. أنا أتمنى للسينما الأردنية أنه تزدهر وترجع المجد تبعها، وأكيد هذا الشيء ما هو صعب على الفنانين الأردنيين إذا كان الكبار القديرين أو إذا كان حتى الشباب الواعدي. بعتز وتشرفت طبعاً أني أكون موجود جزء للمهرجان يقام للمرة الأولى، ومهرجان داعم للأفلام السينمائية، وخصوصاً في نسبة مشاركة جداً من الأفلام تم صنعتها في الأردن لمبدعين أردنيين وشباب أردنيين. طبعاً دوري أن أنا أكون موجود وأدعم بأي شكل من الأشكال الصناعة، لأنه أنا ابن الصناعة في الآخر. بعتقد انه آن الأوان انه نلتقط هذه اللحظة لوضع السينما الأردنية او الفيلم الأردني في مصاف هاي الأفلام. صحيح احنا مش هنقدر نجابه الغرب في أفلامه، لكن اعتقد انه هاي خطوة بالاتجاه الصحيح، واحنا يعني دورنا انه الآن نبدأ نخلق جيل يشاهد هذه الأعمال.